Hi everyone, how are you? Today we have chapter 4, Aspect, from Contrastive Grammar of English and Arabic. مرحبا جميعا. محاضرة اليوم هي عن الفصل الرابع من كتاب النحو التقابلي. Today I'm going to explain English aspects, the progressive aspect and the perfective aspect. إذا اليوم أنا رح أوضح الأنماط باللغة الإنجليزية. رح نوضحها حسب المستمر والتام. تمام؟ The writer explained the difference between time and aspect. طبعا الكاتب or we can say tense. وضحنا الفرق بين استخدام التنس وبين استخدام الاسبكت. The tense we depend on what? On the point of reference. شنو point of reference? The moment of speaking يعني لحظة الكلام. رح نعتمد عليها in order to distinguish past, present or future. على مود واحد يميز سواء كان الزمن ماضي مضارع أو مستقبل. بينما بالأسبكت مثل ما مأشر أني هنا it merely expresses the manner of action or event whether it is long, short, continuous, incomplete, etc. إذا أني بالأسبكت رح أعتمد على من manner of action طبيعة الفعل أو الحدث سواء كانت طويلة يعني يقصد الحدث كان طويل أو كان قصير أو كان مستمر أو كان غير كامل يعني الحدث غير كامل ناقص يحتاج تكملة. Okay. The aspect refers how the speaker views an event or an action. تمام؟ يعني راح يعتمد علما أو راح يظهر لنا أو يشير إلى شنو؟ يشير كيف المتحدث views an event يعني ينظر للحدث أو الفعل أو شلون يظهر لنا إياه، يحاول إنه يقول لنا هذا الفعل قصير حدثة أو هذا طويل حدثة. It depends. طبعاً هنا راح آخذ جملتين number one and two. تمام؟ number one I went to the door and opened it. ذهبت للباب وفتحتها. شنو حط يعني شنو واحد يحس هنا؟ ال event الحدث شلون؟ We feel that it is short, as you see here, short event. بينما بالثانية, as I was opening the door, I heard some music. بينما كنت أفتح في الباب, سمعت بعض الموسيقى. إذن هنا بالجملة الثانية أحس إنه شنو? There is a long event. أكو شنو? شوية أكو الحدث كان بي أطول من الحدث الأول. تمام? فاستخدام هنا البروجريسيف خلانا نحس بان الحدث الثاني اطول من الحدث الاول. عندنا هنا طبعا موضح لنا figures مستخدم figure 1 and figure 2. In figure 1 شو وضح لنا التنس الزمن. طبعا السي هي المومنت اوف سبيكينج اللي احنا ايضا نسميها reference point. Point or we can say point of reference. Okay. Point of reference. اللي هي moment of speaking. Point of reference دائما يشير لنا إلى زمن، يشير إلى زمن present المضارع اللي هو لحظة الكلام. طبعا يسبق لحظة الكلام past ويأتي بعده future. هاي متفقين عليه. فيكات من كلمة before. تبوا هاي before. نا عندنا A و B. ثاني حتى قبل شنو؟ Before the action or before the moment of speaking. بينما عندنا D و E حتى شنو؟ After the moment of speaking. تمام؟ فنقول after. هنا عندنا the moment of speaking with aspect, not with tense. وليس مع الزمن. تمام؟ The point of reference اللي هي the present tense ما رح احنا نركز عليها هواي. احنا رح نركز على من؟ رح نركز على long or short, whether this event is long or whether it is short. Okay, مثل ما تشوفون هنا محدد لنا ال A وال B تبعوا حاطهم مربعات يعني يشير لنا الى شنو الزمن الحدث بالماضي هو هنا مو بالباست تنس بس ايش قد وقته. Okay, هنا ايضا مثلا بالفيوتشر D وال E ايش قد وقته تبعوا شاير لنا بمربع. فاذا هنا أنا راح اهتم بال وقت سواء كان طويل او قصير. بينما بالتنس ما
ما راح أهتم بالوقت، لا أهتم بالزمن سواء كان ماضي أو مضارع أو مستقبل. أوكي، مثل ما تشوفون هنا figure 1 shows the events are expressed as happening before A and B. طبعا دي شوف لنا الأحداث حدثت قبل شنو؟ حدثت قبل A و B before إحنا نقول عليها. تمام؟ The moment of speaking هي تمام؟ within the space of the present moment. طبعا خلال فترة the present moment or after the present moment of speaking أو بعد فترة الكلام مثل ما عندنا بالمستقبل. تمام؟ يا أما يكون ماضي يا أما يكون مستقبل. بينما الفيجر 2 on the other hand من جهة أخرى shows some events as short مثل A و C. ما يظهر لنا إنه هذا الحدث A و C ذن شبيهن، يقول لك ذن short قصيرة حدث مالتهم. And others as long B and D and E. ثم تشوفون هنا مثلا ال B is longer تمام than A or C. Further, an event may be envisaged. Envisaged يعني يصور. As finished, منتهي. Unfinished, غير منتهي. Repeated, معاد. Okay? فإحنا رح نهتم بشنو طلاب؟ رح نهتم بالأسبكت مثل ما قلنا. Finished, unfinished, repeated, أو مثل ما ذكرنا فوق الأشياء اللي هنا قلنا. Short, long, continuous, مستمر, incomplete, etc. تمام؟ In order to understand it, we need to what? We need to go further into details, of course. يعني على مود أنا أفهم أكثر لازم أروح أني للتفاصيل. English aspects has two aspects expressed in its gamma by means of combination of verb forms. على مود الإنجليش أعرف بها كم aspects. I need أول شيء شنو؟ أعتمد عليه من أعتمد على الجرامر بتحديدها. تمام؟ عندنا two aspects the progressive and the perfective aspect. عندنا المستمر والتام. تمام؟ من قلنا aspect قلنا the manner of action يعني شنو طريقة حدوث العمل تمام؟ أو الفعل. The progressive aspect is expressed by means of the verb plus B sorry B plus ANG. مثلا خلي أوضح لكم إياه أكثر هنا مثل ما عندنا هنا I am writing من متكونة من ال B plus verb plus ing صح؟ ing verb تمام؟ نقول عليه يعني مستمر I am writing you are writing he is writing. طبعا ال am تستخدم ويا ال I بالمضارع ال are تستخدم ويا ال you with they وال we تمام؟ وال is تستخدم ويا ال he وال she وال it وموضحها بس منطي مثال واحد على كل ضمير. بالpast tense progressive aspect هنا present tense. بالpast tense عندنا طبعا ال was وال were. ال was تستخدم ويا ال I وال he وال she وال it وال were تستخدم ويا ال you وال they وال we تمام؟ I was writing كنت أكتب أيضا من متكونة he plus what plus verb يكون مجرد plus ing تمام؟ You were writing تمام؟ You were writing He was writing أقصد هنا مجرد يعني قبل لا أضيف لل ing بعدين أضيف لل ing قل لا يعني إثناء استخدامه بالجملة. The perfective aspect هسه إحنا هنا حكينا علي من the progressive aspect المستمر. The perfective aspect من اسمه perfective يعني تام. شقصد بالتام يعني استخدام has or have in the present tense or had in the past tense. Of course, we know this rule, all of us. The perfective aspect is expressed by the verb have plus the past participle. The perfective aspect, شو نحن نعبر عليه؟ أو عنا, sorry. نعبر عنا باستخدام الفعل زائد شنو have زائد the past participle. يعني مثلا, إذا عندي I أو you أو we أو they, تمام؟ ذني الضمائر استخدم دائما وياها have. إذا عندي he وشي وit شو استخدم وياها؟ استخدم وياها has مثل ما شوف هنا. I have written. تبو have plus what plus verb
plus what? Past participle, PP. Okay, you were written. You have written, he has written. This is with the present tense, مع المضارع. بينما إذا إجا ويا past tense. إجاني ويا من؟ ويا الماضي. الماضي نستخدم الهاد سواء عندي I, we, you, they, he, she, it. تمام؟ إذن الهاد, we can say past tense is easier than the present tense. أسهل من the present tense لأن فقط استخدام الهاد يكفي مع جميع الضمائر. I had written, you had written, he had written, etc. تمام؟ فإذن عرفنا the perfective aspect اللي هي يكون بيها يا أما have or has بالمضارع أو had بالماضي. بينما ال progressive aspect المستمرة يكون بها am ويل I والare ويل you والwe والthey والis ويل he والshe والit. تمام؟ زائد فعل be ing ويل past عندنا was ويل I والhe والshe والit وعندنا الwere ويل you والthey والwe. تمام؟ You were writing, I were writing, they were writing, etc. The two aspects may be combined, okay? أني أقدر أربط ضني ال two aspects اللي عندي شنو progressive aspect اللي بيها فعل be ing والperfective aspect. شلون أقدر أربطهم؟ طبعاً إذا ربطتها راح يسمى perfective or progressive aspect. يعني شنو؟ نمط تام مستمر. Okay؟ شلون يكون؟ يتكون طلاب إذا كان مضارع راح يتكون منين؟ بالمضارع راح يتكون من have or has plus what plus been okay plus verb يحتوي على شنو على ing هاي القاعدة مالته إذا كان ماضي راح تكون القاعدة مالته فقط had plus been plus what verb verb يحتوي على ing. Okay. تمام؟ طبعا هاي الهايفن على مود اشير انه شنو انه اكو قبله كلمة. There is also a contrast between these combinations and the absence of the two aspects often termed symbol aspect. طبعا اكو تناقض بهن ذني بس اذا اختفى أحد ذني الأشياء اللي هي have or has ال ing يجيني الفعل مجرد أو بي إضافة s هذا شو أسميه؟ أسميه symbol. symbol يعني ما بي أي إضافة مجرد أو بي إضافة s ويل هي والشي والإت تمام؟ أو يكون بال past tense يكون بالماضي اللي إحنا نسميه indefinite aspect it has. What؟ أوكي مثلا I am writing this is a progressive يعني بها استمرارية أني أكتب I write تمام ناشر الى شنو الى symbol يعني انا عندي عاده بالكتابه it's a habit اوكي فاذا ما بها اي اضافه راسا عرفنا بان هي symbol aspect the progressive aspect حاليا راح ادخل بتفاصيل هذا الموضوع the progressive aspect شو وقت يجي شلون استخدمه تمام the progressive aspect in English basically depicts we can say a long or a short event يعني من يكون بفترة زمنية رح يعبر لي سواء كان قصير أو طويل المدى the trees are growing fast in this place the houses were becoming old تبو طلاب هنا ده أشير إلى شنو أشير إلى الحدث إنه إيش دي يصير هنا أقول هي ده تنمو بسرعة إذا شنو short event قصير المدى بينما the houses were becoming old أصبحت قديمة هنا ده أشير أني إلى شنو أشير إلى long event حدث طويل صار فترة من شنو من صارت هذه البيوت قديمة الأولى short event الثانية long event then بيها شنو durative يعني durative يعني فترة زمنية بيها okay this aspect is therefore not normally used with the stative verbs such as know, be, seem, contain. الطلاب الستيتيف فيربس هي الأفعال اللي ما تنضاف لها ing مثلا
I know that. ما أقول I am knowing that. This is not acceptable. It is incorrect. تمام؟ أقدر فقط أستخدمها إذا شلت السبجكت. Knowing the question. Now I refer that the subject شنو؟ مفعول ب يعني الفاعل ضمير مستتر هنا. أقدر أستخدمها إذا كان الفاعل ضمير مستتر. في حال إنه موجود فاعل ما أقدر أستخدم الجملة بها ing. إذا كانت will know, will be, will seem, will contain. تمام؟ He is being seeming a doctor. This is incorrect. He is been. Okay, أقدر أقول لكن being مصير صحيحة. I am seeing you now. أنا أراك الآن. ماكو I am seeing you. I see you. أراك فقط. The box was containing gold. ماكو the box was containing. The box contains gold. تمام؟ Or contained بالماضي. Gold. The main uses of the progressive aspect are what? Are the following. هسا رح نعرف ايش وقت انا اقدر استخدم the progressive aspect. طبعا رح اشير المن رح اشير the progressive aspect with simple aspect. رح نسوي مقارنة بيناتهم. In the progressive aspect, it is used for an event happening at the moment of speaking. تمام؟ The present tense is combined with this aspect. طبعا إذا أشرت إلى شنو الحدث اللي دا يحدث الآن لحظة الكلام. The present tense is combined with this aspect. طبعا رح شو أسوي؟ رح أربطه إلى present tense على مود أقول أني دا يحصل الحدث مع شنو مع وقت الكلام. He is resting now. As you see here, he is resting now. يعني هو دا ياخذ قيلولة الآن. أقول he is writing the poem now. دا يكتب القصيدة الآن. سويت أني شرت إلى حدث مستمر at the moment of speaking, تمام؟ With the present, of course, I combine it with the present tense. طبعاً شو سويت؟ The أمزجة ويا المضارع. This use may be contained with the simple present tense, which denotes, which doesn't express an actual event, but a repeated action or a habit. طبعاً إذا أني بدلت he is resting now with the present tense, دي سوي لكم مقارنة. Did he rest every 2 hours? هو يرتاح كل ساعتين. هنا أنا ما أشير إلى حالته الآن، ما أشير إلى الأسبكت الحالة مالته، لا، وإنما أشير إلى عادة، repeated action or habit. فالحدث دا يحدث دائما، من أقول every 2 hours كل ساعتين هو ياخذ قيلولة، إذا هنا شنو عندي؟ أنا عندي repeated action، حدث دا ينعاد أو habit، عادة عنده مستمرة، تمام؟ The progressive aspect may refer to a temporary action. What does it mean? Temporary action means يعني for a short time. يعني the progressive aspect يشير لنا إلى حدث مؤقت, not permanent, وليس دائم. The simple aspect, بينما a simple aspect اللي هو يكون بسيط, usually refers to a more permanent event. What does it mean? يعني يشير لنا إلى حدث يكون أطول مدى دائمي not temporary وليس مؤقتا تمام؟ The tense is the present or past سواء كان بالماضي أو المضارع البسيط depending on the time of event يعتمد على من؟ يعتمد على وقت الحدث اللي حصل به هسه راح نسوي مقارنة بين جملتين على مود نعرف إحنا شو نقصد بالtemporary action وش نقصد بالpermanent event تمام؟ He was staying in a fashionable hotel. هو بقى الفترة معينة شنو hotel فندق يكون fashionable يعني على الطراز الحديث. هنا أنا أشير إلى إنه هو مو باقي دائما. During his visit only يعني خلال زيارته مثلا I visited for example a place in Egypt مكان في Egypt. I stayed for 2 days بقيت بي or for 3 days, or for a week, بقيت بي أسبوع. شغل, I was staying in a fashionable hotel. يعني أنا خلال فترة إقامتي هناك اللي هي فترة قليلة وليست فترة دائمية. حتى لو كانت للشهر هي مو فترة دائمية. تمام؟ فأشير شنو؟ أشير إلى هذه الفترة باستخدام الماضي المستمر أو إذا أنا ما زلت مش يعني موجودة في هذا المكان أشير إلها باستخدام المضارع المستمر. تمام؟ بينما he lived in a fashionable house هو يعيش في بيت يعني طراز حديث شكل his permanent يعني place of living يعني هنا شنو يعني نقدر نقول عليه مكان إقامته بيته هسه أنا أقول بيتي is a fashionable house
I live in a fashionable house. يعني بيتي هو fashionable house. إذن هنا شو أشير أني؟ أشير إلى إنه الإقامة ماتي permanent لأن because it is my house لأن هو بيتي تمام؟ place of my living يعني مكان إقامتي أو عيشي فيه تمام؟ هذه الاستخدام الثاني. خلينا نشوف الاستخدام الثالث. It may express an incomplete event in the present or past. ربما يشير إلى حدث غير كامل. مثل ما قلنا إحنا فوق temporary مؤقت. Even incomplete event هو حدث غير كامل in the present or past. سواء كان في الماضي أو بالمضارع. Okay. She is or she was crossing the street. هي كانت تعبر الشارع. يعني هنا بينما هي كانت تعبر الشارع أكو هنا استمرارية لكن استمرارية يعني هنا تحس إنه الجملة incomplete غير كاملة it needs what it needs another sentence to complete its meaning تحتاج إلى جملة أخرى عمود تكمل معناها the end of it is not envisaged طبعا I cannot imagine the end of it ما تقدر أتخيل النهاية مالتها تمام envisaged يعني you cannot imagine what will be happen in the future شنو اللي راح يحدث بالمستقبل the simple aspect on the other hand هسه احنا هذا the progressive aspect in an incomplete event بينما simple aspect سواء كان بالماضي او المضارع شنو expresses a completed action راح يعبر لنا عن شنو عن حدث تام حدث وانتهى يعني اوكي يعني انا مثلا قلت I lived in US for we can say I lived in US. قلت أنا عشت في الولايات المتحدة. يعني حالياً I'm not living there. يعني أنا ما أعيش هناك. حالياً I am in Iraq. Okay. فهنا من حددت قلت إنه أنا عشت هناك. فشي انتهى بالماضي ما مستمر لحد الآن. She crossed the street. هي عبرت الشارع. خلص هي عبرتها وانتهى الحدث. يعني completed action. She crosses the street at this point. The إشارة إلى هذا المكان هي تعبر الشارع من هنا. تعبر الشارع من هذا المكان. من قلت at this point يعني هنا شرط expresses her habit يعني العادة مالتها إنه تعبر الشارع من هذا المكان. Okay, so it is completed action. We can say. هسه الاستخدام الرابع. Since the progressive aspect expresses durative or we can say long or short events. Okay. Iterative events. It's often provides a frame for another short event expresses by a simple aspect. Okay. هاي عرفناها. قلنا يا أما طويل يا أما قصير يكون الحدث ويا بينما it may expresses a repeated action. إذا كان تعبر عن حدث تم تكراره usually with some unpleasant emotive sense. إذا أني عبرت عن حدث تمام؟ بس هذا الحدث يعني هو متكرر يعني هو إذا أقدر أشير له بالسمبل لكن هنا راح أستخدمه with the progressive aspect ليش أستخدمه with the progressive aspect لأن هنا يكون الموضوع subjective not objective شو subjective يعني يكون شخصي مثلا راح أعطيكم مثال he was always borrowing money from his aunt دائما يستعير المال من عمته يعني هنا شنو عنده عبر عن أني أنا pleasant with his what with his action يعني العمل مالته أنا مو موافقة عليه أنا pleasant for me من استخدمت المضارع أو الماضي المستمر لأشير إنه أنا I am not pleased with his action مو كلش سعيدة ويا العمل مالته إذا استخدمت the simple aspect راح استخدم describes an event على مود أوصف الحدث شلون يعني أوصف الحدث راح أقول مثلا he always borrows money from his aunt يعني without يعني emotion ما عندي emotive تمام or without any pleasant sense يعني أنا ما أعبر عن مشاعري لا أعبر عن وصف الحدث هو دائما يستعير أمواله من عمته يعني هنا أني objective منا we can say objective يعني أني هنا حيادية ما لي دخل بالموضوع بينما الفوق لا subjective يعني أني اللي دخل بالموضوع يعني ما راضي عن العمل مالته تمام فهذا الفرق بين استخدامه Now we are going to go into the perfective aspect. The perfective aspect, يعني اللي هو يكون تام. Okay? اللي عادة used with the present tense, it expresses an event with the present relevance. هذا الحكي أنا ما أريده راح
أشيله من الشارع because it is not important for me. أكو فتشغلة الimportant هسه راح أحدد لكم إياها أو هي محددة. Okay. It should be noted, however, that the action is completed in the past. Yes, this is also not important. I don't need it. I need the sentence after it. The present tense or perfective aspect is actually a mixture of the past time and the present relevance. هنا البوينت هنا النقطة المهمة يعني أنا هنا دي أشير إن البرفكتيف أسبكت هي شنو؟ طلاب هي ميكستشر هي خليط بين شنو؟ بين الماضي والحاضر تمام؟ present relevance الارتباط بمن؟ الارتباط بالوقت الحاضر يعني combination of two times هي شنو؟ هي ربط بين زمنين Okay, in contrast, the past tense simple aspect belongs complete, we can say completely to the past. بينما past tense symbol اللي هو يكون البسيط الاسبكت ماله لمن يرجع كله؟ يرجع الى الزمن الماضي بصوره كامله، مو يكون هو bridge، مو يكون هو جسر بين past tense والpresent tense، بعكس perfective aspect. الزمن الماضي التام هو يكون جسر. بين الماضي والحاضر يعني يربط لي بين زمنين لحد الان ما منتهي الحدث مالته مثلا I have lost my classes اني شنو فقدت مالتي المناظر يعني شنو العواقب اللي ترتبت عليها صح هي صارت بالماضي انه اني فقدت المناظر يعني I lost them in the past tense اوكي يعني هنا يشير الى شنو يشير الى الماضي العواقب اللي انبنت عليها I cannot read لا استطيع القراءه اذا هنا اكو بيها consequence اكو عواقب ترتبت عليها مرتبطه بمن؟ مرتبطه بزمن المضارع. In this example, the perfect aspect connects the event. بهذا مثل ما تشوفون هذا الاكزامبل، ال perfect aspect يسوي؟ يربط لي الاحداث which took place in the past with the present time by means of its result. انتبهتوا شنو النتيجه كانت؟ I cannot read. اذا the time of have lost is past. إذن هاي عرفناها إنه شنو الوقت مالتها past tense okay indefinite past شنو يعني indefinite past يعني يكون غير محدد الزمن مالته the definite past is expressed the past tense symbol by aspect خلي ناخذه المثال نفسه لكن ناخذه بالpast tense اللي يكون definite past شنو يعني definite past يعني حدث بالماضي وانتهى بالماضي مو indefinite مو باستمرارية أو بعواقب راح تنتج عنه I lost my glasses last night أو فقدت مالتي النظارات ليلة البارحة هنا شنو العواقب اللي ترتبت عليها ماكو عواقب مجرد إنه أني دي أشير يعني أكو description دي أوصف صار بي في ليلة البارحة يعني حدث بالماضي وانتهى نسميه إحنا definite past or definite aspect يعني حدث وانتهى Okay, the perfect aspect, present tense, may refer to a complete action actually connected with the present moment. يعني احنا مثل ما قلنا a bridge between past and the present. هو شنو هو جسر بين شنو بين الماضي والحاضر. But this is not necessary implication. لكن احيانا مو يكون الimplication يعني المضمون ماله يكون هو كجسر بين الماضي والحاضر. لا تعتمد علي من تعتمد على الشيء اللي انا اريد انقله. خلينا نروح على هذا المثال. I have taught French for 6 years. أنا كنت أعلم اللغة الفرنسية لمدة 6 سنوات. طبعاً هاي الجملة أقدر أترجمها بطريقتين. Has two interpretations. بها تفسيرين. التفسير الأول it may mean I still teach French. French. يعني أنا ما زلت أعلم شنو أعلم اللغة الفرنسية. إذا a bridge between the past and the present. يعني I have taught French for 6 years. يعني I'm still teaching French, okay? هذا المعنى الأول يعني أنا مستمرة في تعليم اللغة الفرنسية. I still teach French. بينما المعنى الثاني اللي هو I taught French يعني مو يكون bridge between the past and the present مو يكون جسر بين الماضي والحاضر وإنما حيكون معنى unspecified past اللي هي indefinite past. شنو indefinite past؟ يعني وقت غير محدد بالماضي. I taught French for 6 years. أنا علمت اللغة الفرنسية لمدة 6 سنوات.
تمام؟ But I no longer do so. لكن حالياً أنا ما أتعلم اللغة الفرنسية. Okay؟ هذا المعنى الثاني. بالمعنى الثاني, the emphasis is on the result of the action. رح يكون التأكيد على من يكون على a result, النتيجة من الحدث مالتي. I know the language well. يعني أنا أعرف اللغة كل الزين. بينما بالجملة الأولى الـ A اللي هي اللي تكون جسر بين الماضي والحاضر يكون stressed. أكو شنو تجديد؟ The speaker would use the perfect progressive aspect present tense. يعني هنا إنه معناها I have been teaching French for 6 years. هذا معناه اللي هو النقطة A اللي هي the bridge between the present and the past. تمام؟ معناه أكو استمرارية تكون perfect progressive aspect. The perfect aspect present tense may imply that the subject exists. The past symbol, on the other hand, indicates that the use or the subject doesn't exist. طبعا ال perfect aspect نستخدمها على مود اكو معنى ضمني اللي هي شنو؟ انه الفاعل موجود. بينما ال past symbol الماضي البسيط من جهة اخرى يشير الى شنو طلاب؟ يشير الى انه السبجكت الفاعل غير موجود, doesn't exist. مثلا Mr. Howe has written an epic poem. Mr. Howe كتب شنو؟ كتب قصيدة اللي هي شنو؟ القصيدة ملحمية. هنا التركيز علي من على Mr. Howe معناه has written. من قلت has written؟ يعني إنه الشخص ما زال عايش من استخدمت الـ present perfect. يعني Mr. Howe is still alive, ما زال على قيد الحياة. بينما قلت Milton wrote a long epic poem. قلت Milton كتب قصيدة ملحمية طويلة. Wrote من استخدمت الماضي, إذا هذا الشخص ما عايش, مات. Milton is dead. تمام؟ خطأ يعني إنه هذا الشخص he is not still alive. Yes, the perfect aspect past tense relates a past event to a point in the past. تمام؟ It indicates or it refers that an event is completed before a point in the past. طبعاً ال perfect aspect past tense. إذا استخدمت ال perfect aspect, أنت تحكي بالجمل السابقة على ال present. حالياً انتقلت على من؟ انتقلت على الماضي اللي هو يرتبط بمن؟ ال past event يرتبط بالأحداث الماضية to a point in the past. يعني إلى نقطة معينة في الماضي. هنا رجعت على التنس مو رجعت على الاسبكت. يعني هنا ربطنا بيما بالتنس لان التنس يستخدم قلنا البوينت اوف ريفرنس اكو نقطه معينه بالزمن. It indicates that an event is completed before a point in the past. هنا شو يشير؟ يشير انه الحدث كمل قبل البوينت اوف ذا باست, قبل النقطه في الماضي. يعني احنا نقول الزمن الذي حدث في الماضي. The point of reference here is not the moment you're speaking, but a moment in the past. Not point of reference. اللي شرنا عليها قلنا tense. شرنا إلها. Here is not the moment you're speaking. هي مو لحظة الكلام وإنما a moment in the past. تخيلوا إنه شرنا إلها إنه هي شنو لحظة في الماضي. This is relative tense combined with aspect. هذا نسميه إحنا relative tense. تمام؟ بما نربطها ويا الأسبكت. When they arrived every day, or when they arrived, everybody had left. من وصلوا كل شخص غادر المكان. يعني وصلوا متأخرين. تمام؟ He was living in an old house which he had bought the year before. هو كان يعيش في بيت قديم بينما he had bought the year before. بينما اشتراه يعني سنة قبلها. Okay. In these examples, the second action expressed by the perfect aspect is completed before a point in the past. طبعا منو يحدث قبل الحدث الآخر؟ الحدث الأول هو قبل الحدث الثاني. When they arrived, يعني هنا the point of reference اللي هي شنو؟ In the past tense, the point of reference اللي هي symbol aspect احنا نشير إلها اللي هنا شنو؟ الحدث انه هم وصلوا, لكن قبل ما يوصلون كل الاشخاص كانوا مغادرين, ماكو احد باقي. تمام؟ Everybody had left. اذا ياهو الاسبق. They arrived تسبق ال had left. ال had left هي اقدم منها, يعني الحدث يكون ابعد, احنا نقدر نقول عليه. ان had left الحدث ابعد, هم غادروا قبل وصوله.
تمام. He was living in an old house which he had bought the year before. كان يعيش في بيت قديم اللي هو شو وقت اشترى. The year before. يا هو الأبعد. الأبعد had bought. تمام. اشترى هذا المنزل قبل أن يعيش فيه. تمام. In these examples, the second, مثل ما أشرنا قلنا إنه الحدث الثاني هو يكون is completed before a point in the past denoted by the verb in the simple aspect, point of reference. مثل ما أشرت أني إنه الحدث الثاني هو شنو؟ هو أبعد بالزمن من الحدث الأول. تمام. The perfect progressive is used to connect the event with the point of reference in the past. طبعاً the perfect progressive اللي يكون شنو المستمر نستخدم عمود نربط الأحداث with the point of reference in the past. ويا من ويا ال point of reference في الزمن الماضي. It serves as a bridge between two points in the past. تابعوا هنا مو present و past. لا هنا نستخدمها على عمود نربط حدثين في الماضي وليس بين المضارع والماضي. تمام. وإنما أو الماضي والمضارع. هنا لا حدثين بالماضي حتى لكن واحد قبل الآخر. The perfect progressive. He had been reading a novel when the guests arrived. We had been waiting for 6 hours when the gates opened and a big black car came in. The perfect aspect, past tense, is used in the indirect speech as a backshift of the perfect aspect, present tense, and simple aspect, past tense. طبعا احنا نستخدم perfect aspect, نستخدمها أحياناً إذا أنا استخدمت الـ indirect speech اللي هو الكلام في نقل الكلام الغير مباشر مو الكلام المباشر. مثلاً she said هي أصل الجملة she said I have seen him before. من أريد أسويها indirect لازم أخلي الـ have أبعد. She said that she had seen him before. تمام الـ before تكون optional. أو 2 days before. She said I have seen him before. أو نقدر نستخدم حتى الماضي مو إلا I have seen him. She said I saw him 2 days ago. من استخدمنا ago أشرنا إلى شنو؟ إلى زمن الماضي البسيط. Finally, the perfect aspect, the past tense, is used to indicate a rejected condition, unlikely, unreal in the past. طبعاً the perfect aspect أنا استخدمها بالزمن الماضي على مود أشير إلى شنو؟ أشير إلى rejected condition إلى شرط لكن مرفوض لا غير حقيقي أو لا يمكن حصوله in the past في الزمن الماضي. If they had come to the meeting I would have seen them. لو اجوي للاجتماع كان شفتهم بس هم ما اجوي. They didn't come. Okay. فالمعنى إنه هم ما اجوي. They didn't come. Okay. Sorry, I wish it would be understandable. Arabic aspects, I'm going to explain it soon, inshallah. Thank you very much. See you.